السلام عليكم، انا لويز زينورا، انا مولات المشكل ديال الحجامه. اليوم كانت عندي الجلسه ودازت الجلسه شويه صعيبه، يعني كنطلب الله يوقف معايا اول حاجه، وعطوني الحكم في 17 شهر واحد، وكنطلب القضاء ينصفني وينصف الحاله ديالي وينصف من هذا الرجل هادي وياخذ الحق وياخذ المجرى ديالو. ودابا كنطلب الله يوقف معايا، هادشي اللي كنقول. دابا اوراق لحقاش، انا نهار مشيت لعندو عطيتو اوراق كدل بانني يعني واش ممكن الحاله ديالي يدير فيها الحجامه ولا ما يديرهاش، وهو كيدعي الناس بانه كيشد الاوراق ديال الطبيب، وديت له الاوراق ديالي وبقاو عنده، ويعني وكان شاف ودار لي الحجامه. يعني انا الرجل ديالي كانت صحيحه ما فيها حتى شي حاجه، رغم انني بصح عالجت وكلشي، ولكن كنت نوقف عاديه، رجلي ما فيها حتى شي حاجه بحال الناس. وفي التالي ولات الرجل ديالي يعني ملي قام لي بديك الحجامه وبداك الغسول وبديك اللي باري اللي دار لي، الرجل ديالي كلها تدهورات، اللحم ديالي خماج، الرجل كلها مشات، وصلت لهاد الحاله دابا اللي انا فيها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.